موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله كتاب الاعتكاف. قال كتاب الاعتكاف، ثم قال بعدها باب الاعتكاف، باب الاعتكاف، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. أما الاعتكاف فهو حبس النفس على طاعة الله عز وجل في المسجد على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. والاعتكاف فيه من الفضائل الكثير، من أعظم ذلك تفرغ الإنسان للعبادة في بيت الله عز وجل. معتكف سيكون في حالة تفرغ تام للعبادة، لا عنده شواغل، طعام ولا شرب ولا أكل ولا مشغل ولا وظيفة ولا عيال ولا زوجة ولا شيء، تفرغ تام لعبادة الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك. أيضا في الاعتكاف تهذيب للنفس، لأنها تعيش حياتها يعني البساطة إن صح التعبير، والحياة الطبيعية من غير زيادة ولا تكلف. المعتكف ينام على الأرض ويأكل على الأرض، ويعني يعيش باليسير في اعتكافه، فهذا كله يهذب النفس. خلاف البيوت طبعا، بنجلس في البيوت على الفروش ونأكل ونشرب ألوان ونحو ذلك، لا، المعتكف على خلاف ذلك. أنا عارف أن ممكن حد طبعا يرد يقول لي ده في الاعتكافات دلوقتي الدنيا بقت يعني أكل وشرب ونحو ذلك، فنقول هذا ليس حراما، وإن كان يعني الاعتدال مطلوب، الاعتدال مطلوب. وأقول الاعتدال لماذا؟ لأن هناك بعض المدارس الصوفية أخذت الناس إلى أقصى الاتجاه، بخلاف مثلا نجد مدارس أخرى والعياذ بالله أخذت الناس إلى أقصى الاتجاه في جهة أخرى. يعني دول أخذوهم أقصى الاتجاه في مسألة التعبد، ودول أخذوهم أقصى الاتجاه في مسألة التفريط. أما المفرطون فنجد مثلا في العشرة أو في الناس في رمضان ونحو ذلك تجدهم منكبون على الشهوات والعياذ بالله، والأغاني والأكل والشرب وكذا ونحو ذلك. وأما هؤلاء الذين لا يعتدلون فتراهم يعذبون هذه النفوس بظن أن هذا هو التعبد. فنقول الاعتدال، الاعتدال، يعني البعض من هؤلاء مثلا يظن أنه هذه المدارس يعني يظن أنه لا، ده لو الناس في الاعتكاف مثلا يعني أكلوا فراخ ده تبقى كبيرة من الكبائر عنده، أو مثلا الناس لو أكلوا مثلا كده حاجات مثلا ترفيهية أكلوها هم قاعدين في الاعتكاف ده كده كبيرة من الكبائر عنده. الحقيقة هذا الفهم لا ندري من أين يعني جاءوا به، وهذه المدارس أصلا مدارس فاشلة والعياذ بالله. مدارس التصوف الذي تقوم على هذا مدارس فاشلة والعياذ بالله، تحرم النفس، ثم الناس الأتباع نفسهم من جهة أخرى يلتفون حول هذا الغرض. المقصود يعني لا بأس أن الاعتكاف يكون فيه طعام أو شراب زائد، لكن نقول الاعتدال، الاعتدال أولى. لا نأخذ الناس إلى يعني الشدة والتشدد بظن أن ذا التعبد، ولا نأخذ الناس بالإسراف والزيادة ونحو ذلك، فلا نشعرهم أن هم في اعتكاف وتأديب وتهذيب ونحو ذلك. الاعتكاف أيضا يعني من تهذيبه للنفوس أننا يعني يعيش المعتكف في المسجد، فلا حدود له إلا المسجد. يعني المعتكف لا يعرف إلا أربع جدران بتوع المسجد، وعليه ففضل أو فضول مثلا النظر هذا سيمتنع أو سيتوفر، يعني إن الإنسان ما يكونش عنده فضول نظر، بمعنى إنه هيبص فين، لا لاقي جيران ولا لاقي نساء ولا لاقي أشخاص ولا لاقي ما فيش فضول نظر بإذن الله. فضول كلام كذلك نعم، لأن المفترض إن المعتكف بيبقى له خباء يقعد فيه، يخرج منه ليه طعامه أو شرابه، الحمام وخلاص على كده.
الصلاة نحو ذلك. ولذلك فيه تعذيب كبير للنفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يشبه الاعتكاف قبل بعثتهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. هذا يدل على فضل يعني الخلوة بالنفس والتعبد لله في مثل هذه الأجواء، أجواء الاعتكاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، نعم لم يرجع إلى الغار، لكن شرع في دينه وفي شريعته الاعتكاف، شرع للاعتكاف. ثم قال النووي رحمه الله: باب الاعتكاف في رمضان. يعني يشير إلى أنه المقصود بالأحاديث هنا الكلام عن الاعتكاف في رمضان، وهذه إشارة إلى أنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان، يجوز الاعتكاف في غير رمضان، وإلا فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر شوال، وهذا ثابت وصحيح. وإن كان بعض العلماء يقول كان هذا قضاء لما نقضه في رمضان، فقد كان يريد الاعتكاف فجاءت نساؤه، فلما رأى النساء قد تكالبن على المسجد نقض اعتكافه صلى الله عليه وسلم. السبب والعلة العلماء بيختلفوا فيها، من أشهر ذلك أنه خاف من طعن المنافقين، طعن المنافقين، إن المنافقين هيلاقوا بقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو في المسجد والصحابة طبعا في المسجد، ويجوا نسائهم يقعدوا في المسجد هيقعدوا يطعنوا فيهم بقى، هم دول جايين يعتكفوا يتعبدوا، طب ما هو نسائهم معاهم هم وقاعدينهم في الجامع وراهم مش عارف ايه ونحو ذلك، ويقعدوا يطعنوا فيهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك، ودي علة من العلة بيذكرها العلماء، وإن كان بعضهم بيقول إن هو أراد إن هو ينكر على نسائه، إن هو معتزلهم بالاعتكاف أو بعيد عنهم بالاعتكاف، يوم يجوا وراه يعني في المسجد، وإن كان الأول والله أعلم هو الأقرب، والله أعلم. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: متفق عليه. فهذا الحديث فيه استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وفيه فضل العشر الأواخر، لأنه كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف، وكما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يتحرى ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، فكان يعتكف فيها. نعم. وفيه أن أفضل الاعتكاف ما كان في رمضان، لا سيما العشر الأواخر، هذا أفضل الاعتكاف. يجوز الاعتكاف في أي وقت في السنة، لكن أفضله أن يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: متفق عليه. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، إشارة إلى استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قالت: حتى توفاه الله تعالى، أي ظل على هذا حتى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى فضل المواظبة على الطاعة وما اعتاده الإنسان من الطاعة. البعض أحيانا نسأل الله العافية له طاعات، إذا ربما يعني قدمت عند الطاعات بدأ يتركها، أو هو كبر مثلا في السن يبدأ يتركها من غير عذر، مش عشان هو ضعف مثلا، لا هو بقاله مثلا 10-20 سنة خلاص يبتدي يسيبها خلاص. كثير من الناس طاعات كان يفعلها، أمور كان عنده همة فيها، يقوم تبتدي همته تضعف وينزل بقى ينزل. نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان على العكس، كان إذا فعل شيئا جعله ديما
صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، جعله ديما يعني يداوم عليه. قال الإنسان ممكن يبقى عنده أعذار تمنعه، له الأجر. لذلك لما هو يكون عنده عذر له الأجر، إنه مثلا مرض، كبر في السن ومبقاش قادر على هذا الشيء، الله يجعل له الأجر. قالت رضي الله عنها: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي الحديث جواز اعتكاف النساء، جواز اعتكاف النساء. بعض العلماء قال إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، يعني لو كان هيحدث فتنة من اعتكاف النساء، لأن المرأة بتحتاج في المسجد إلى الاغتسال ويعني تبديل الثياب ونحو ذلك، فهذا إذا لم يكن في مكان آمن يبقى لا ينبغي لها أن تفعل. ما تجيش المرأة تعتكف مثلا في مسجد مش آمن، مش آمن يعني يكون مثلا جدرانه مش مثلا مش آمنة، سقفه مش آمن، كذا نحو ذلك، يقوم يكشفهم مثلا، يكشف النساء، أو في أماكن يخاف على النساء منها مثلا من الكفار من الفجار نحو ذلك، أو حتى يخشى كلام يعني مرضى القلوب من المنافقين وغيرهم والعياذ بالله أن يطعنوا على النساء وهكذا. وإلا القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المكاسب. البعض أحيانا يقول لك ده اعتكاف وإحنا ده عشان نعلم الأخوات وعشان نخلي الأخوات يتعودوا برضو ويطلعوا من البيوت شوية، وكلام جميل وإن هم يبقوا في المسجد رائع جدا، لكن اضمن لهم أجواء لا فتنة وراءها أو معها، اضمن لهم ذلك. إنما لو هتكون أجواء فيها فتان يبقى ما ينبغي أن يكون هذا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال رواه البخاري. يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف كل عام 10 الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه آخر أيامه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده قبل موته بقد إيه؟ قبل موته بنحو شهرين، قبل موته آسف بنحو 80 يوم، لما نحط عليهم كمان 60 يبقى 140 يوم، حوالي 140 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع ومات بعدها بنحو 80 يوما بعد حجة الوداع، بنحو 80 يوم، فبين حجة الوداع وبين رمضان اعتكافه حوالي شهرين، يعني قبل ما يموت بحوالي 140 يوم النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم استشعر قرب أجله، استشعر قرب أجله. وهذا حال المؤمن، أحيانا المؤمن من كثرة ما هو لا يفارقه ذكر الموت، وده اللي ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن، أن لا يفارقه ذكر الموت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فهذا هو حال المؤمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه استشعر قرب أجله، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في العبادة أكثر، يشتد أكثر في العبادة، نعم، لتكون الخاتمة بأعظم العمل وأكثر العمل. إذن فهذا الحديث فيه استحباب الاعتكاف في 10 الأواخر، وفيه جواز الزيادة عليها، جواز الزيادة على 10، يعني يجوز اعتكف 20 يوم في رمضان لا بأس، يجوز اعتكف شهر رمضان كله لا بأس، نعم. وفيه استحباب الاجتهاد في الطاعات لمن ظن قرب أجله. احنا المفروض نجتهد على طول، بس من ظن قرب أجله يجتهد أكثر
ومش شرط السن، طبعا السن من علامات قرب الأجل، لكن مش شرط. قد يرى الإنسان من حوله أمورا وأحداثا ربما يستشعر منها قرب أجله، إن هو ممكن يستشعر بعض المعاني اللي هو ممكن دون الناس هو نفسه يعرف يعني يؤولها هذا التأويل، يؤولها هذا التأويل. يعني البعض الصالحين كان، بعض الصالحين كان لما البلاء يشتد جدا 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 ويزيد جدا جدا يظن قرب أجله، يظن قرب أجله. لماذا؟ لأنه هو بيأولها أن ربنا بينقيه ويطهره قبل أن يلقاه، أن ربنا يكفر ذنوبه، يبتليه 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 البلاء الشديد حتى إذا أخذه أخذه يعني نظيفا من هذه الذنوب والآثام. أيضا في الحديث استحباب ختم الأعمار بالطاعات والعبادات، لا سيما الصيام والقيام والاعتكاف، اللي يظن قرب أجله يقدم على الأعمال الجليلة الكبيرة دي، مش يخاف منها. البعض أحيانا مثلا لما يكبر في السن شوية يوم يبطل يعتكف، كان بيعتكف هو شباب شوية، يجي لما يكبر في السن شوية بطل يعتكف. ليه كده؟ يقول لك أصلا أنا كبرت، أصلا أنا ما ظهري، أصلا أنا العظم مش عارف. يا عم روح موت في المسجد، روح خلص آخر حياتك وانت في طاعة، أكثر منها يمكن ربنا يكرمك وتموت وانت على طاعة من هذه الطاعات. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم جميعا. إذن فيعني الاعتكاف يعني عبادة جليلة عظيمة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم سنها، وتجوز للنساء وتجوز في سائر المساجد التي فيها جماعة، التي فيها جماعة، يعني شرط المسجد أن يكون مسجد جماعة. الأفضل طبعا أن يكون في جمعة بلا شك، والخلاف بين العلماء في أنه لو كان في جمعة ولا ما فيهوش، الأفضل أن يكون في جمعة. لكن لو اعتكف في مسجد حتى ما فيهوش جمعة يجوز، يجوز يخرج لصلاة الجمعة ويرجع مرة أخرى لأنه مسجد، لأنه مسجد. وأما من قيد الاعتكاف بالمساجد الثلاثة فهذا فيه نظر شديد ومردود عليه باعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن اعتكفن في المساجد، واعتكاف المسلمين على مر الزمان في المساجد الأخرى، وهكذا. والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد دي الألف واللام دي الاستغراقية، يعني عموم المساجد. وطبعا الفريق الثاني يقول لا، ده ذهنية، العهد الذهني، يعني المساجد اللي هي الكبيرة المعروفة ونحو ذلك. هذا في تكلف في الحقيقة، ويعني فيه نظر شديد يعني. وأيضا من فقه الاعتكاف أن يجوز الاعتكاف ولو يوما واحدا، بل ولو ساعات. لو نوى الإنسان إذا دخل المسجد مثلا نوى أن يعتكف ساعات لا بأس، له أجر الاعتكاف. لكن الاعتكاف في العشر الأواخر له صفة مخصوصة معلومة تكلم فيها العلماء في كتب الفقه. نقف على كتاب الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.